اشهر او واحده من اهم اللاعبين اللي جم في تاريخ المانيا. نبدا من حراسه المرمى واسماء كتيره عظيمه في حراسه مرمى المانيا تاكيد على مر التاريخ. اختار مين يا عمر من سيم ماير اوليفر كان طبعا ومانويل نوير؟ يعني انا بالنسبه لي مانويل نوير. انا بحب اوليفر كان جدا على فكره، وكان كاركتر رهيب، وكان اول حارس مرمى ياخد احسن لاعب في كاس العالم 2002. صح. لكن في النهايه مانويل نوير انا بالنسبه لي مش من الافضل من تاريخ المانيا، هو الافضل في تاريخ الكوره عامه. صحيح. فبالتالي مانويل نوير هو الحارس التاريخي المنتخب المانيا. سيم ماير بطل عالم، اوليفر كان الحارس الوحيد اللي في تاريخ الكوره اخذ احسن لاعب، مش حارس، اخذ احسن لاعب في كاس العالم 2002. لكن يظل مانويل نوير عجيز، يعني حارس عجيز، يعني ما ينفعش يكون. طيب نروح لخط الدفاع، وخط الدفاع طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كده هتلاقي بيكن باور في وشك. ما يعني خط عشان تختار خط الدفاع مأساة والله. بس عامه انا الموضوع لو هلعب باربعه يعني في خط الدفاع، فرانس بيكن باور وماتياس سامر لازم يكونوا موجودين. ماتياس سامر برضو زي ما اوليفر كان عمل انجاز، ماتياس سامر كان من لعيبه المدافعين القلائل اللي خدوا الكره الذهبيه في 96 طبعا. وعمل موسم رهيب مع بروسيا دورتموند، وخد معاهم تشامبيونز ليج الوحيده في تاريخهم على حساب مين؟ طبعا كلنا عارفين محدش ياخد اكثر حاجه غير على حساب اليوفنتوس. فيعني باك رايت وباك ليفت. الباك رايت فليب لام طبعا، فليب لام لعيب عبقري. الباك ليفت كريستيان زيجي. كريستيان زيجي عمل بطوله 96 رهيبه، وكان في التسعينات لعيب قاطره بشريه ناحيه الشمال. فانا بحاول كمان اختار اللي شفتهم بعيني وعصرتهم، فبالتالي الاثنين دول خط الدفاع تمام بالنسبه لي. في مش هحطهم لك بالترتيب، بس في اربعه لازم يبقوا موجودين من وجهه نظري الشخصيه. فرانس بيكن باور طبعا، فيليب لام بالنسبه لي، بوخفلد ما اعرفش حاطينه هنا ولا لا، يعني اسمه حتى اسمه الشهره بتاعه الاولاني دييجو، نسبه ان هو مسك دييجو مارادونا الله يرحمه طبعا وقضى عليه تماما، زي ما الراجل اللي كان في الجنينه بيقول في كاس عام 90 قضوا على مارادونا وكانيجيا. الراجل اتسمى باسمه من كتر ما وكانت حاجه وقتها محيره العالم كله. تمام. ازاي بيكن باور جريء للدرجه دي، يمسك اطول لعيب في الفريق لامهر واقصر لعيب في العالم كله مارادونا. طيب. فانا بالنسبه لي الاربعه اللي ورا فيليب لام وبيكن باور وبوخفلد وماتياس زامر، دول الاربعه اللي لازم يتحطوا. ده خط الدفاع. خط الوسط يا عمر، خط الوسط في برضو يعني انا مايكل بالك. مايكل بالك من اعظم اللعيبه اللي جت في خط وسط طبعًا. في المانيا طبعا. يعني حاجز مكانه مع لوثر ماتيوس، برضو لوثر ماتيوس لعب لسن كبير جدا ولعب عدد كؤوس عالم كتير جدا، خمسه كاس عالم، وغير مركزه كمان من الذكاء التكتيكي بتاعه من خط لعيب خط وسط لليبرو في اخر مسيرته. فلوثر ماتيوس برضو موجود في التشكيله التاريخيه بالنسبه لي. شفاينشتايجر وتوني كروس الاثنين برضو ممكن يدخلوا بشكل كبير، لكن هاخد الاثنين. انا مسعود اوزيل صعب جدا ان هو يخش معايا بصراحه، فانا هاخد من الاثنين توني كروس، واخد معاهم ميميت شول. انا زعلت ان هم حطوا شوستر ما خدش شفينشتايجر. لا ليه؟ لا حرام عليك يا عمر، خدت بالك منك قوي. وتوني كروس وميميت شول ولوثر ماتيوس. ماشي نشوف تامر بيه. بس انا زعلان ان هم حطوا شوستر وما افتكروش اوفيرات. معلش، كان الاشول بتاع كاس العالم 74. ده كان حته لعيب كوره كريم، بس للاسف الفيديوهات والعالم ما كانش يعني منفتح قوي ان انت تتفرج على فيديوهات. احنا بنحضر المانيا على قدنا يا عم تامر. لا لا لو لكن احنا هو الطبيعي. انا بقول لك ده برافو ان هم حطوا شوستر. يعني الطبيعي الطبيعي اصلا هو يوخيم لوف ما يكونش عارف كل لعيبه المانيا اللي انت بتتكلم عنها. لا ليه يعني من برضه هحط اربعه في نص الملعب. مختلف مع عمر شويه، لازم هحط لوتر ماتيوس، هحط باستيان شفاينشتايجر، هحط توماس مولر، هحط اوفيرات. ادي الاربعه يا جماعه. انت مش هحط برضه. انا خدت توني كروس، سبت لا خدت توني كروس سبت شفاينشتايجر. بس كده حلو. بس يعني انا خدت ميميت شول، لان ميميت شول قطعيه مش في المانيا. لعيب الحريف ده المانيا ما بتطلعوش كتير. هو لازم فرد واحد بس يبقى في الفرقه. صح. هو ميميت شول جيل 90. هو توماس هيسلر بالظبط. لعيب الحريف سعود ريبلر ده بالظبط. هو لعيب واحد. انا بالنسبه لي ميميت شول كان لازم يبقى موجود. يعني هي كانت توني كروس وشفاينشتايجر، انا خدت توني كروس عشان بحبه جدا. المعركه القويه بقى اللي جايه. نلعب مين قدام؟ المعركه القويه. انا يعني بالنسبه لي بالنسبه لي فنيات ولا بالنسبه لي انجازات؟ يعني فنيات، ميروسلاف كلوزا مهاجم مش ممتع بالمره طبعا، عشان نتكلم بس انجازات عظيمه طبعا. لكن ما ينفعش يا كريم تشيل لعيب الهداف التاريخي لكاس العالم، ولعيب بيوصل مع منتخب بلده اربع كاسات عالم ورا بعض. صح. بيوصل فيها لمراحل يعني. فانا بالنسبه لي ميروسلاف كلوزا ومين تاني؟ انا وجيرد مولر. انا المنافسه ما بين الثلاثه. كلوزا وكلينسمان وجيرد مولر. فانت خدت كلوزا وجيرد مولر. ده مبدئيا. كلينسمان طبعا عظيم.
بالنسبه لي فنيات كلينسمان اقوى من كلوزه. أوكي. لكن في الاخر اللي هيتحط جيرد مولر وكلوزه هم كلهم حرام والله. يعني رودي فولر ده ما رودي رودي فولر ما يمشيش اوليفر بيرهوف ما يخرجش طبعا. لكن لا طبعا انا يعني كلوزه حاجز مكان معايا ولا انا يعني طبعا جيرد مولر لعيب عظيم وكل حاجه بس انا ما شفتوش فانا هختار كلينسمان لان انا كنت متيم بكلينسمان بصراحه طبعا رغم انه لعب في الانتر بس يلا انا عايز بقى قبل ما اختم الحلقه تمام اشارككم معايا طبعا انتوا خلاص كلكم هتشجعوا يعني المانيا طبعا هتبقى عظيمه في اليورو اي نعم يعني لو سالتني انا على توقعي في المجموعه دي المانيا هتواجه صعوبه كبيره جدا مع فرنسا والبرتغال اعتقد المانيا بالنسبه لفرنسا والبرتغال مش هسالك انت هتبقى بصيت لي تامر لقيت تامر هيشتمني يقول لي اطلع بره تقول لي ايه المانيا المانيا هتاخد بص لي بص اللي هو المانيا لا المانيا اللي هتخرج بص رايك الافضليه لفرنسا والبرتغال ولا المانيا انا في كل الاحوال اتوقع ان المانيا هتصعد من المجموعه دي على الاقل على الاقل احسن تواجد على الاقل ودي هتبقى حاجه وحشه لالمانيا بس على الاقل هتصعد لان حتى لو تعثرت قدام البرتغال وفرنسا ممكن تكتسح المجر بنتيجه كبيره تصعدها كاحسن تواجد